مهاجم النادي الاهلي يا كابتن من وجهه نظر حضرتك، محمد شريف بواليا رقم 2، احمد ياسر الريان يرجع، مروان يفضل، ولا في احتياج لافريقيا؟ هو نمره واحد محمد شريف، يعني احنا بنعتبره دلوقتي المهاجم الاساسي، يعني محمد شريف فعلا الاعاره فرقت معاه كابتن سيف بشكل كبير يعني. صح. ورجوعه واضح قوي ان هو نضج بشكل كبير يعني. برضك احنا محتاجين مهاجم سوبر. مهاجم سوبر. هل احمد ياسر الريان ينطبق عليه الكلمه دي؟ يعني انا شايف ان احمد ياسر الريان يعني موضوع الاعاره بتفيده بشكل كبير جدا. بس المكان ده كابتن سيف يعني للنادي الاهلي محتاج مهاجم سوبر، واخد بالك انت، هداف. هل الكلمه دي تطلق على بوليا؟ لا. هل مروان؟ لا. لا، يعني احنا محتاجين مهاجم سوبر يعني بقيمه النادي الاهلي. هل عمرو جمال ممكن يبقى مهاجم سوبر بقيمه النادي الاهلي؟ لا، صعب برضك عمرو يعني بعده، لكن هو بيأدي بشكل كبير جدا. على افريقيا يعني. انا بتكلم على مهاجم يعني تحس بقيمته، يعني محطه بيلعب بدماغه برجل الاثنين، هداف، عنده اختراقات، عنده سرعات، تصويبات، يعني مهاجم بقيمه النادي الاهلي. انت بتلعب في 5 بطولات، فانت محتاج مهاجم فعلا يكون سكورر. صح. بالنسبه للنادي الاهلي.